للجمعة الرابعة على التوالي وفي إطار مسيرة العودة الكبرى، خرج الفلسطينيون في قطاع غزة وسط دعوات إلى استعمال الطائرات الورقية في أحدث أشكال الاحتجاج ضد الاحتلال. وحملت مسيرة هذه الجمعة شعار جمعة الشهداء والأسرى، الذين رفع المشاركون صورهم إلى جانب العلم الفلسطيني لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الذين يبلغ عددهم نحو 6500 أسير في سجون الاحتلال. المسيرات انطلقت بعد صلاة الجمعة التي أداها المصلون في خيام الاعتصام المنصوبة على بعد أمتار من السياج الحدودي مع العدو، بعدما جرى تقديمها لتكون أكثر قربا منه. والجمعة اللي قبلها برضو دخلت جوا، ولعت كاوشوك ومش خايف، ولا تنقطع الثانية برضو مش حخاف، أنه هذا البلاد بلادنا مش بلادهم، هم أجوا عليها وطردونا منها. وكالعادة فإن همجية العدو كانت بالمرصاد للمسيرات السلمية، ما أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين على الأقل، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابة العشرات برصاص جنود الاحتلال بعضها خطرة. وكان جيش الاحتلال قد ألقى مناشير باللغة العربية على المناطق الحدودية، دعا فيها سكان القطاع إلى الابتعاد عما سماه أعمال عنف وفوضى. وسارع المتظاهرون الفلسطينيون إلى الرد بالمثل، فألقوا مناشير باللغة العبرية على الجانب الإسرائيلي من الحدود، داعين جنود العدو إلى عدم الانصياع لقادة